مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من هنا العاصمه. انا لما جبريل اكون مع حضراتكم في حلقه النهارده، طبعا بنوب عن الاعلاميه لميس الحديدي. النهارده مشاهدينا الكرام الحلقه تكون مكونه من جزئين. الجزء الاول هتكون جوله في ابرز الاخبار اللي حدثت على مدار اليوم، او حتى متابعه لاخبار كانت حدثت من قبل. الجزء الثاني وبمناسبه ذكرى انتصارات حرب اكتوبر، كنا أذعنا من قبل شهادات قيادات حرب أكتوبر واللي كانت أذيعت على مدار 4 حلقات في هنا العاصمة، كانت تحديدا في أكتوبر 2013، بس إحنا يعني يمكن جزأناها لحضراتكم في حوالي ساعة ونص طبعا في ذكرى أكتوبر المجيدة. بداية أخبارنا برضو من انتصارات حرب أكتوبر، وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة النهاردة اجتماع طبعا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكافة أعضاء المجلس. كان لرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة كلمة النهاردة بمناسبة انتصارات وذكرى حرب أكتوبر، أكد فيها أن انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصار عسكري في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى ذلك إلى كونه انتصار على اليأس والإحباط من أجل استرداد الأرض والكرامة، وهي كانت حرب وسلام وتنمية، ولم تكن أبدا الحرب هي هدف مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى. برضو قال الرئيس نصا خلال كلمته بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، تحديدا الذكرى 44، أنه كانت حرب أكتوبر في الأساس حرب من أجل السلام والتنمية، وبطبع أثبتت مصر دولة وشعبا قدرتها على صيانة مكتسبات السلام ومقاومة أي متغيرات طارئة تسعى للنيل منها لتقويض أهداف التنمية. ممكن نذهب لنتابع كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بمناسبة انتصارات أكتوبر، تفضلوا. بتحية تقدير واعتزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دمائهم حفاظا على مقدرات ومكتسبات هذا البلد العظيم. إن انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصار عسكري في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى ذلك إلى كونه انتصارا على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة حربا وسلاما وتنمية. فلم تكن أبدا الحرب هي غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى. لقد كانت حرب أكتوبر في الأساس حربا من أجل السلام والتنمية بعد استرداد الحق المسلوب. وعلى مدار أكثر من 40 عام مضت أثبتت مصر دولة وشعبا قدرتها على صيانة مكتسبات السلام ومقاومة أي متغيرات طارئة تسعى للنيل منه لتقويض أهداف التنمية والاستقرار. استطاعت الدولة المصرية بكل مؤسساتها أن تتجاوز كل العقبات والمعوقات التي هددت دولتنا حضاريا وإنسانيا. لقد حافظت مصر دوما على مبادئ العدل والسلام، الساعي دوما لتحقيق التنمية والازدهار. شعب مصر العظيم، التحية لكم اليوم واجبة على ما تبذلونه من جهد وما تقدمونه من تضحيات في معركتنا ضد الإرهاب الأسود الغاشم، وكذلك من أجل إعادة بناء بلدنا العزيز الغالي سويا. إن المعركة التي نخوضها اليوم جميعا لا تقل في شراستها وضراوتها عن ما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيم. وهذه المعركة تلزمنا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد حول الوطن، نحمي مقدراته ونصون مقدساته، ونبني للأبناء والأحفاد المستقبل كما بنى لنا الآباء والأجداد الحاضر. فهذا الوطن العظيم يستحق منا أن نبذل له كل غايل ونفيس. شعب مصر العظيم، إننا عازمون سويا على أن نستلهم من روح أكتوبر وعبقريته ما يدفعنا نحو تحقيق المزيد من الانتصارات
سواء في مواجهة أعداء الحياة والإنسانية أو من أجل تحقيق الازدهار والتنمية. وثقتي في عبقرية هذا الشعب العظيم بلا حدود، ويقيني في قدراته مطلقة، وأملي في المستقبل كبير، وحلمي لمصرنا العزيزة لا يقل عن حلمكم بها، وطموحنا نحو الغد سنصنعه بأيدينا اليوم ودائما أبدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. في نفس الاجتماع مشاهدينا تم استعراض يمكن آخر التطورات على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية، طبعا ده أخذ في الاعتبار الوضع الإقليمي المتأزم في المنطقة وما يلقي بظلال على الحالة الأمنية بطبيعة الحال في المنطقة. تم عرض الإجراءات اللي بتتخذها القوات المسلحة على صعيد تأمين الحدود، إحكام السيطرة عليها، وكمان التدابير اللي تم أو تتم من أجل القضاء على الإرهاب في شمال سيناء وترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. في نفس الإطار مشاهدينا الكرام وإطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المكيدة، ذكرى 44 تحديدا، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة قبر الجندي المجهول. برضو الرئيس كان لي زيارة أخرى لي على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات. توجه من بعد ذلك الرئيس إلى مسجد جمال عبد الناصر بكوبري القبة. في نفس السياق مشاهدينا، كل سنة وحضراتكم طيبين، يعني بكرة أجازة وهتستقبل غدا المتاحف والمواقع الأثرية كل الزوار في مواعيد العمل الرسمية، ويعني كل المتاحف تقريبا بكرة هتكون شغالة، والمزارات الأثرية السياحية هتكون شغالة في مواعيدها الرسمية. طبعا كل سنة حضراتكم طيبين على الأجازة، وطبعا على ذكرى انتصارات أكتوبر اللي هتكون موافقة غدا إن شاء الله. الخبر الآخر، مجلس الوزراء، مجلس طيب عندنا الأول هنروح نتابع فيلم عن ذاكرة انتصارات أكتوبر وفي ذكرى 44 طبعا، ونرجع مرة أخرى مشاهدينا لاستكمال الأخبار. تفضل. الواقع أن المرحلة اللي بدأت الاستعداد للحرب مرحلة يعني دقيقة جدا، شارك فيها الشعب بكل قواته وإمكانياته على مستويات مختلفة. شغلت برامج تجهيز مسرح العمليات وإعداد الدولة للحرب أسبقية متقدمة في الإعداد للمعركة، وبمشاركة أربع وزارات مدنية مختصة. شملت البرامج أربع مجالات حيوية هي النقل والبترول والمية والصحة. أي ملاحظ ذكي، أي رجل مخابرات عسكرية ذكي سيقول لقد بدأ هذا الجيش يتغير، ولقد بدأ هذا الشعب يكون وراء هذا الجيش ليحميه. كان له معنى كبير، جيش رفع رأسه، درب نفسه، واستعاد أهم شيء كرامته. أكتوبر 73، رايات النصر من جيل إلى جيل. جيش رفع رأسه وأهم شيء استعاد كرامته. يمكن طبعا في هذا اليوم بنتذكر جميعا الانتصارات والكرامة، وازاي جيشنا عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ويمكن المرحلة اللي احنا فيها كتير من المرحلة، مرحلة حرب أكتوبر، مرحلة استعدادات للحرب، إذا كان تأزم في المنطقة، تأزم في الأوضاع الداخلية والخارجية، بس في الآخر الانتصار والكرامة. ويمكن زي ما قال رئيس عبد الفتاح السيسي، يعني الانتصار والهدف ما كانش الحرب، الهدف كان السلام. من انتصارات أكتوبر هروح بحضراتكم للخبر الآخر معنا النهاردة، وهو عن مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأسبوعي. كان أخذ عدة قرارات هامة، على رأسها كان الموافقة على ثلاث مشروعات قوانين: قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، مشروع قانون آخر لتنظيم البحوث الطبية، وتعديل قانون السلك الدبلوماسي. وافق أيضا المجلس النهاردة على إنشاء كوبري علوي على مزلقان
السكة الحديد في منطقة منقباد بمحافظة أسيوط. هنعرف تفاصيل أكتر طبعا عن هذا المزلقان بعد قليل. وافق برضو المجلس النهاردة على مشروع قانون بتعديل المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون 5 سنين دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، أعتقد الكريدت أورز النظام اللي هيتم اتباعه ده بعد التعديل، على أن يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة 2 سنين متتاليتين. ده هيكون للتدريب، بعد السنتين هيكون هناك امتحان عام، ده شرط لمزاولة مهنة الطب في مصر. المادة اللي قبل كده كانت لنيل درجة البكالوريوس كان طب دراسة 6 سنين، وده كان كافي أصلا لمزاولة المهنة في مصر، ده غير سنة تدريب. السيستم أو النظام اللي هيتم تعديله على لائحة تنفيذية اتغير بشكل كبير، 5 سنين بنتكلم وسنتين تدريب، والنظام تعدل بنظام الساعات او الكريدت اورز. على العموم للمزيد من المتابعه معنا دكتور احمد حسين عضو مجلس نقابه الاطباء. دكتور اهلا بيك معنا، وعايز ابدا مع حضرتك عن الموافقه على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبيه. ماذا يعني يا فندم سن قانون لتنظيم البحوث الطبيه، ويعني ما كانش في مصر قبل كده عملية بتنظم هذه المسألة؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ رما. اللي أنا أعرفه إن هو ما كانش في قانون لتنظيم البحوث الطبية، لكن في قرارات وفي لجان بتفحص البحث المقدم وهل هو فعلا يعني بتحفظ حقوق المبحوثين وبتشوف التجارب اللي بتتم إزاي والطرق الإكلينيكية بحيث إنها تحفظ حق المبحوث أو حق المبحوث، وتشوف هل تقيم البحث ده ايه وفايدته ونتائجه واهدافه وغيره. لكن الحقيقه يعني احنا كنقابه او كجهه مهتمه بضوابط البحوث خاصه البحوث الطبيه الكلينيكيه محتاجين ان احنا نطلع اكتر على مشروع القانون ده عشان نشوف برضو يتناقش الاسس والمعايير دي والضوابط اللي هي هتتقنن بحيث ان هو هتبقى فرض على كل الباحثين في كل المجالات سواء الطبية أو غيره. قرار آخر تم أخذه دكتور النهاردة وهو خاص بالنظام لمزاولة مهنة الطب في مصر، النظام الدراسة ده تحديدا في المادة 154 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. تغير النظام من 6 سنين لخمس سنين، من سنة تدريب لسنتين تدريب، وأيضا نظام الساعات أو النقاط المعتمدة. إزاي شايف هذا التغيير يا دكتور؟ طيب هو الحقيقه هو طبعا المشروع ده بتعديل نص ماده من قانون تنظيم الجامعات اللي هو رقم 49 لسنه 72 وده الخاص بعدد سنوات الدراسه في كليه الطب. وهو عدلها يعني تقريبا من 6 سنين وشهور، احنا بنقول 6 سنين ونص، ان طالب الطب بيدخل في السنه السابعه في الدراسه وبعدين بيجتاز او بيمر بسنه تدريب حاليا اللي هي بنسميها سنه الامتياز. المفروض ان هو بيتدرب اكلينيكيا بقى ويعيش جو المستشفيات والتعامل مع المرضى كطبيب. التعديل بهذا النص طبعا احنا يعني بنحبذه ونرحب بيه، لكن الحقيقه بشروط. يعني هو الصياغه جميله لكن التطبيق المفترض ان هو يكون جميل زي الصياغه، بمعنى ان السنتين التدريب دول محتاجين ان هو يكون في فعلا تدريب حقيقي للطبيب بعد تخرجه، مش يعني للاسف يعني انا اسف ان اقول ان الوضع الحالي لطبيب الامتياز او الطبيب المتدرب بعد التخرج في اغلب المستشفيات الجامعيه ان هو بيقوم بسد العجز للعماله، مش تدريب مش تدريب حقيقي بالفعل. يعني ده اعتقد ان دي يعني حقيقه لا ينكرها كثير من اساتذتنا في المستشفيات الجامعيه، لدرجه ان احد عمداء يعني يا دكتور معلش انا عايز اسالك على حاجه، وحضرتك في سنه الامتياز او سنه التدريب دي كنت بتزاول فعلا المهنه، ما كانش تدريب، ما كانش في اطار التدريب وفي حد بيشرف على هذه السنه؟ الحقيقه انا عشان احاول اتعلم، انا شخصيا عشان احاول اتعلم كويس الحقيقه نقلت
التدريب من المستشفى الجامعي اللي اتبع عليها، كنت وقتها التخرج يعني لمستشفى عام عشان اقدر فعلا ان انا امارس. لكن الاغلب من زملائنا وفي جامعات بتشترط ان هم يقضوا سنه التدريب داخل المستشفى الجامعي. الاغلب في بعض في كثير من الاقسام، يعني في بعض الاقسام بيضطروا ان هم يشغلوهم نتيجه ان في عجز اطباء، زي مثلا تخصص النساء بيضطروا ان يشغلوهم ان في شغل زياده على اطباء النساء، فبيضطروا ان هم يشغلوا الاطباء التدريب او اطباء الامتياز. لكن في اقسام ثانيه، مثلا اقسام الجراحه، لا هم ما بيسمع الطبيب امتياز لا يمارس ولا يتدرب على مريض، ومش بيناظر في الاغلب مريض. في اقسام بيبقى كل اختصاصاته ان هو ياخد ريكوست، يعني يعمل هي عرض. اعتقد انه مساله الجراحه دكتور بعتذر على المقاطعه، بس من الصعب انه فعلا انه طبيب يزاول المهنه في الجراحه تحديدا، يعني هل مسموح في المستشفيات؟ انا بستوضح من حضرتك يا دكتور، انا عارفه انا بستوضح بس النقطه من حضرتك. لا يزاول معناه ان هو يناظر المريض بمفرده، وان هو من حقه ان هو يزاول. لا بس في طلبه الجراحه صعب يتدرب. يعني يتدرب. وده اللي احنا كنا يعني بنعمله في بعض الاقسام داخل المستشفيات الجامعيه، وفي اغلب الاقسام في المستشفيات العامه. لكن ان طبيب التدريب ان هو يبقى وظيفته داخل المستشفى ان هو ينقل اكياس الدم من المعمل لغرفه العمليات او لغرفه الادماء، ان هو ينقل ملفات المرضى، ان هو يعمل عرض للمريض من على قسم مختلف عن القسم المحجوز فيه، ده مش تدريب، ده مش ده دور معلش فئات مساعده من العمال. المهم والافاده من كده ان اقدر ان اقول ان المفروض السنتين دول يبقى في تدريب حقيقي فعلا، في برامج تدريبيه واضحه ومعتمده، ويبقى في اشراف على فعلا تدريب الاطباء دول، ويبقى في نوت بوك حقيقي ان في كل. طب يا دكتور لو تسمح لي، فين دور النقابه في المساله دي؟ مساله هامه جدا، يعني ليه ما تدخلتوش يا فندم؟ انه احنا بنسد عجز الطلبه مش بندربهم. كثيرا تدخلنا وقابلنا وخطبنا وقابلنا عمداء كليات ومديرين مستشفيات جامعيه، وبقول لحضرتك انا مش عايز اذكر طبعا المكان دوت، لكن احد عمداء الكليات الكبيره، تمام، كليات الطب الكبيره، قال في قاعده مع اعضاء النقابه واحنا بنناقش المشكله دي، قال بوضوح انا عندي عجز في العمال، اعمل ايه؟ يعني انت فاهم حضرتك. طب التعديل يا دكتور، هل التعديل خطوه للامام؟ هل حضرتك شايف انه التعديل اللي حصل في القانون كافي؟ خطوه للامام بتطبيق حقيقي، يعني تطبيق حقيقي، يعني ما نقول سنتين تدريب يبقى في برامج تدريبيه واضحه ومعتمده، وفي فعلا تطبيق لهذا التدريب. احنا عندنا برامج تدريبيه يا دكتور، ولا بتفرق من جامعه لاخرى؟ من مستشفى جامعيه لاخرى؟ لا، هي الحقيقه بتفرق من جامعه، وده اللي احنا بنقوله ان هي تبقى موحده على مستوى الجامعات، بحيث ان يبقى طبيب في الصعيد بيتدرب بنفس البرنامج اللي بيتدرب بيه طبيب في القاهره. تمام؟ نقطة تانية برضو يعني ومهمة الحقيقة، يعني أطباء الامتياز هو بيتعينوا على الدرجة الثالثة في الحكومة، لكن الحقيقة بياخدوا مكافأة من المستشفيات الجامعية. أنا مكسوف إن أنا أقول لك يعني رقمها لا تتعدى 300 جنيه. ده بيخلي إيه مثلا؟ ده طبيب امتياز يعني تخرج بعد 5 سنين، وحاليا يعني مستقبلا هيبقى بعد 5 سنين، وحاليا بعد أكتر من 6 سنين و7 سنين، وبياخد تخيلي مثلا بياخد حوالي 200-250 جنيه تمام في الشهر. تمام؟ هيعمل ايه؟ يعني ده بيعادل ان واحد خريج من كليه نظريه من 4 سنين يعني اشتغل في السوق. للاسف الشديد، وانا بقولها وبوضوح وبصراحه، تمام؟ اطباء الامتياز بيضطروا ان هم يعملوا في المستوصفات وفي المراكز الطبيه اللي بتستغل برضه ان هي تشغل طبيب بمبالغ زهيده، تمام، عشان يقدر يصرف على نفسه. ما مش ما واحنا نسد العجز بالطلبه من الناحيه الثانيه. بالظبط. والمرضى بيدفعوا الثمن في الاخر. ده بوضوح، ده حقيقي. فالمطلوب ان هو يتطبق ده بشكل عادل، اولا يبقى في مراجع تدريب حقيقي، في برامج تدريبيه واضحه. طب يا دكتور انتوا كنقابه تواصلتم طيب ان انتوا يكون ليكم يد يمكن في تعديل بتاع اللائحه التنفيذيه ده، في مثلا اضافه ماده بالنسبه للبرامج على مستوى جامعات الجمهوريه زي ما حضرتك كنت بتقول، التعديلات اللي حضراتكم اكيد مدركينها، هل على الاقل كخطوه اولى انه يكون في نصوص بتنص على ذلك حتى يتسنى التطبيق؟
ده حقيقي فندم، احنا اعرضنا ذلك، وكان في جلسة يعني حضرها الدكتور حسين خير نقيب الاطباء والدكتور اسامة عبد الحي في اجتماع في المجلس الاعلى للجامعات، وطرح كل اللي احنا بنقوله. يعني احنا اثنينا على هذا التعديل بشرط تطبيق حقيقي للسنتين التدريب ده، وتبقى برنامج موحد على مستوى الجامعات، ويبقى في زيادة لمرتب طبيب الامتياز، ويبقى في سوبرفيجن يعني في رقابه وتقييم للتدريب ده بالفعل يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد حسين عضو مجلس نقابه الاطباء، معنا ايضا على نفس الخبر استاذ حسن ابو صدام نقيب الفلاحين، وده حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، طبعا ده عن تعديل او قانون انشاء قانون نقابه الفلاحين. استاذ حسين اهلا بيك. الو ايوه فندم مع حضرتك، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيكم وبالسادة المشاهدين. حاج حسين، أهمية انشاء او انه بالفعل في خطوة في انشاء قانون لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، حضرتك شايفها ازاي يا فندم؟ بداية طبعا احنا اسعد ناس كفلاحين بهذا الخبر، وبنشكر القائد الرامز عبد الفتاح السيسي اللي وعد فأوفى ان يبقى في نقابة مهنية في الفلاحين، وده نتاج جهد وعرق كتير من المهتمين بالشأن الفلاحي زي المرحوم عبد المجيد الخولي والمرحوم محمد عبد القادر والناس الكتيرة اللي نضلت من أجل نقابة الفلاحين، ومش عايزينهم يتناسوا في يوم زي ده. طبعا فلاحين مصر كلهم سعداء بالخبر، وده أول طريق للإصلاح الزراعي الفعلي في مصر، بشرط أن تكون النقابة نقابة فعلية ليكون نقيبها فلاح. مش عايزين حد غير يكون فلاح بمعنى كلمة فلاح، لأن احنا دلوقتي القانون اتوافق عليه من مجلس الوزراء، وراح لمجلس الدولة للصياغة. السيد رئيس الوزراء هيضع 8 مؤسسين للنقابة، عايزين يختار 8 فلاحين. مفيش جهات إدارية تتدخل في اختيار الفلاحين، الفلاحين نفسهم عايزين ينتخبوا الثمانية دول لما يتعرض القانون على مجلس النواب. حاج حسين، بالنسبه لحضرتك بتقوله، هل وصلتوا يا فندم بالنسبه لمؤسسين النقابه، هل وصلتم كفلاحين مطالبكم بالنسبه للنقابه بالنسبه للقانون ده؟ احنا على تواصل دائم بالساده اعضاء مجلس النواب، وبننقل لهم مشاعرنا وامنياتنا وكلامنا، وهيبقى في جلسات استماع في مجلس النواب بعد عرض القانون. القانون مش هيطلع للنور قبل شهرين، لكن القانون عندما يظهر للنور بالصفات اللي الفلاحين عايزينها هيكون خطوه كبيره جدا للاصلاح الزراعي في مصر. لكن احنا كنا طبعا من الحاجات اللي احنا كنا بنطالب بيها ان النقابه دي ما تبقاش زي التعاون الزراعي، تبقى جهه تابعه لوزاره الزراعه او اي وزير يتدخل في تعيين النقيب، على اساس يبقى ليه صوت يقدر يقول الخطا فين. لان من الضروري في مصر ان احنا نقول الخطا فين عشان يتم تعديله. لا، لازم يكون النقيب ما يطبلش لاي حاجه وبس، مش عايزين مصر كلها تمشي بخط واحد، لازم نعرف الخطا فين. حاج حسين، ايه مطالبكم بالنسبه للقانون؟ يعني اكيد حضرتك اضرب مطالب الفلاحين واللي عايزينه في المرحله اللي جايه بعد خطوه بالفعل الموافقه على قانون انشاء نقابه فلاحين، فحضراتكم بقى عايزين ايه من خلال النقابه؟ عايزين شروط العضويه تبقى نقيب الفلاحين يملك حيازه زراعيه على الاقل، او يكون فلاح فعلي، عايزين يكون ادى الخدمه العسكريه او اعفى منها، يعني يبقى راجل محترم ما يكونش تهرب من الخدمه العسكريه، عايزينه يبقى راجل شريف مش تاجر مخدرات او غيره، عايزينه يبقى فعلا فلاح لابس جلابيه، ما يجيبليش واحد مستفلح لابس بلطرون وقميص وبعد كده يغير عشان يبقى نقيب فلاحين في الوقت الحاضر، عايزينه لو بقى في نقابة تاني يستقيل منها ليكون للفلاحين. طبعا الثمانية اللي هيعينهم رئيس الوزراء، اللي انا بالمناسبة بشكره شكر جزيل المهندس شريف اسماعيل اللي بيعمل في صمت الرجل المحترم، ان الثمانية دول مش من حقهم يترشحوا لنقابة الفلاحين، دول هم هيقودوا المرحلة في الفترة التأسيسية، وعايزينهم يتم اختيارهم بعناية يكونوا فعلا فلاحين
مهتمين بالشأن اكيد هيكون ليكم دور يا حاج حسين في اختيار 8 المؤسسين للنقابه، نقابه الفلاحين. بشكرك شكرا جزيلا حاج حسين ابو صدام نقيب الفلاحين معنا على انشاء كوبري علوي على مزلقان السكه الحديد في منطقه منجبات في اسيوط. مراسل هنا العاصمه في اسيوط يونس درويش. يونس اهلا بيك، لو تشرح لنا ايه الوضع بالظبط بالنسبه للكوبري العلوي اللي تم الموافقه على انشائه، المنطقه دي شكلها ايه ومدى احتياج فعلا المنطقه للكوبري العلوي فيها؟ اتفضل. اولا مساء الخير يا استاذ علاء عليكم وعلى كل المشاهدين، لكن دعيني اذكر ان من افضل القرارات التي اتخذتها الحكومه لخدمه اهالي محافظه اسيوط وخاصه قريه منقباد، هذا القرار الذي اصدره رئيس الوزراء اليوم بانشاء كوبري علوي على مزلقان منطقه على مزلقان قريه منقباد والذي يطلق عليه كوبري السماد. هذا المزلقان الذي تعرض فيه الكثير من المواطنين لاكثر من حادث، واخرها منذ 6 اشهر كان هناك حادث ماساوي كبير حيث تعرضت سياره تقل اسره باكملها لحادث قطار، مما نتج عنه عن مصرع جميع افراد الاسره لهذا الحادث، وربما هناك صور تعرض الان على الشاشه لهذا المزلقان. هو ده المزلقان اللي احنا بنتابعه يونس على الشاشه، دي صور منه اكيد. لكن دعيني اشرح لك ايضا سوء حاله الكثير من المزلقانات في نطاق محافظه اسيوط باكملها، وكانت الحكومات السابقه قررت تطوير المزلقانات بمحافظه اسيوط منذ الحادث المأساوي الكبير الذي راح ضحيته اكثر من 50 طفل بقريه منقباد بقريه المندره التابعه لمركز منفلوط منذ 3 سنوات، ووعدت الحكومات السابقه بتطوير المزلقانات الا انه لم يتحرك احد ولم يتم تطوير اي مزلقانات. هناك مزلقان بمدينه ابو تيج ومحطه ابو تيج كل اسبوع يتعرض الاهالي لحوادث قطارات مما يؤدي الى مصرع واصابه هؤلاء الناس. هناك الكثير من الباعة الجاهلين الذين يفترشون المزلقانات. احنا في صورة يونس، معلش بعتذر على المقاطعة، بس احنا كان في صورة انه في سوق، في ايوه هي الصورة دي يا اسد، هي في سوق، احنا بنتكلم هنا سوق وسط مزلقان القطر وناس واقفة قدام القطر، وزي ما انت ذكرت هم مش بعجل بجائلين، لا احنا بنتكلم عن محلات بتعمل وفرش ويعني في النص كده، والقطر معدي. انا مش مصدقه الصوره بيونس. احنا محتاجين، عندنا كام مزلقان قطر ومحتاجين تقريبا كام كوبري علوي في اسيوط من خلال كده متابعتك؟ حوالي اكثر من 20 مزلقان، من بينهم 10 مزلقانات يعتبر في المدن الرئيسيه، مزلقان مدينه ابو تيج الذي تعرض صورته والملاصق للمحطه القطار التي دخلت في التجهيزات والتطوير منذ 3 سنوات ومتوقف التطويرات، اخرها تعرضت مدرسه راجعه من عملها من مدينه ابو من احدى قرى ابو تيج الى مدينه اسيوط، وخلال استقلالها الاسبوع الماضي للقطار من مدينه ابو تيج سقطت بين القوى عند المزلقان، سقطت من القطار مما ادى الى مصرعها. احنا مش بنتكلم على واقعة او حادثة او اتنين، احنا بنتكلم على حوادث على مدار الفترة اللي فاتت كلها. اؤكد لك سوء حالة المزلقانات في محافظة اسيوط، لا هو واضح من الصور يا يونس، التي تتسبب في تعرض المواطنين للموت، ما يمضي اسبوع الا وهناك حوادث. في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي هناك طالبتين أثناء عبورهم مزلقان مدينة أسيوط تم اصطدامها بالقطار مما أدى إلى مصرع الطالبتين في بداية العام الدراسي الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي. هناك مزلقان في مدينة صدفة، هي التكاتك والسيارات. هناك في مدينة بيروت مزلقان مدينة بيروت، هي الباعة الجائلين والقناطر وغير ذلك من هؤلاء الباعة الذين يفترشون المزلقانات. هناك التكاتك وصلت يا يونس الفكرة. بشكرك شكرا جزيلا يونس درويش مراسل هنا العاصمة في أسيوط. أنا الحقيقة مش مصدقة صور، بنتعامل مع المزلقان على أساس أنه شارع فاضي، مش حتى شارع بيعدي منه عربيات.
مش عارفة دي مسؤولية مين، الصور اللي احنا بنشوفها مش عارفة الواحد مفروض يكلم مين، بس دي أرواح ناس ونرجع نقول أرواح الناس ونرجع نقول راحوا فين ونرجع نقول. ويعني مراسل هنا العاصمة يونس كان لسه بيقول لنا احنا على مدار كل أسبوع تقريبا بتبقى في حادثة أو اتنين أو أكتر، فيا رب نكرر تجربة الكوبري العلوي في مزلقانة أسيوط، لأنه على حسب برضو ما يونس قال لنا إن احنا محتاجين عدد مش قليل من الكباري أو من الطرق المؤهلة الأدمية. موقف ميكروباصات زي ما حضراتكم شايفين على المزلقين. طيب الخبر الآخر معنا مشاهدينا الكرام عن بعثة بنك التنمية الإفريقي واللي بتزور مصر حاليا، واللي بالفعل اجتمعت مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والتقت أيضا وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والري ونائب وزير المالية وممثل عن وزارة الكهرباء. البعثة هنا لبحث إجراءات وتوقيتات صرف الشريحة الثالثة اللي بقيمة 500 مليون دولار، ومصر كانت اتفق على قرض بإجمالي 1.5 مليار دولار مع بنك التنمية الإفريقي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وبالفعل مصر حصلت على شريحتين من الثلاث شرائح دول، وإحنا في انتظار تسلم الشريحة الثالثة اللي ب 500 مليون دولار. والنهاردة كان هناك أو كانت هناك البعثة في اجتماعاتها مع الجانب المصري لتباحث هذه المسألة بقيادة نائب رئيس البنك خالد شريف. طيب احنا معنا هاتفيا استاذ خالد شريف نائب رئيس بنك التنمية الافريقي. استاذ خالد اهلا بيك. استاذ خالد اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. امتى يا فندم هيتم صرف الشريحة الثالثة اللي هي بقيمة 500 مليون دولار بعد طبعا الاجتماعات اللي تم اجراءها النهاردة، اتفقتم على ايه يا فندم؟ في الحقيقة اتفقنا والبنك ملتزم بدعم الإجراءات الصحية التي تتخذها مصر من خلال الشريحة الثالثة لدعم الموازنة 500 مليون دولار اللي حضرتك ذكرتيها، وإن شاء الله المبلغ ده هيتصرف 1 يناير. هل تم تباحث برضو أستاذ خالد عن أوجه صرف الشريحة الثالثة؟ يعني أي مشروعات هتوجه إليها هذه الشريحة؟ والله في الحقيقة هي الشريحة دي رايحة لمساعدة في الانفاق في الموازنة العامة، بس في الحقيقة أعمال البنك في مصر متنوعة، ومش بس هي الشريحة دي اللي هي مجال التعامل. أعمال البنك في مصر تتكون من 29 مشروع قيمة تقريبا 2 مليار و300 مليون دولار، وتتوزع على عدة قطاعات، حوالي 48% منها رايحة لقطاع الطاقة و45% لدعم الموازنة، والشريحة الثالثة مخصصة لدعم الموازنة. لدعم الموازنة تحديدا. طب تقييم البنك يا أستاذ خالد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لغاية دلوقتي تحديدا بعد سعر صرف الجنيه والتضخم؟ والله في الحقيقة طبعا بعد تعديل سعر صرف الجنيه صندوق النقد سعيد جدا بالأداء الاقتصادي لمصر، بنك التنمية الأفريقي برضو يعني سعيد جدا بالحكومة حققته، ومش بس في مجال سعر الصرف، برضو في اللي عملته الحكومة في مجال الدعم، واللي عملته طبعا الحكومة بالنسبة للقوانين اللي صدرت بالنسبه لقانون الاستثمار الجديد والقوانين الاخرى اللي هتساعد في التطور الاقتصادي بصوره كبيره. بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد شريف نائب رئيس بنك التنميه الافريقيه. خبر اخر مشاهدينا، والنهارده قام بابا فرانسيس بابا الفاتيكان بمباركه رحله العائله المقدسه، دعا العالم كله لزياره مصر بحضور القداس ده كان بحضور وزير السياحه يحيى راشد، ووفد مصري حضر ايضا هذا القداس. احنا معنا هاتفيا وزير السياحه يحيى راشد، يمكن هيكون اقدر ان هو يقول لنا ايه اللي حصل في قداس النهارده وأهمية هذا القداس والحديث اللي تحدثه بابا الفاتيكان عن مصر. أهلا بيك معالي الوزير. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة تفضل. إن قدرت بابا النهاردة التقينا فيه الصبح في بعد العظة بتاعته، وأثناء هو ذكر مصر طبعا بأن هو أن مصر أرض دي
الديانات وهي الأرض التي لجأ إليها السيد المسيح والعائلة المقدسة ودعا الناس إلى الحج إلى مصر، وطبعا بارك الأيقونة بتاعة رحلة العائلة المقدسة. الحقيقة كلام من كل الاتجاهات، كلام مشرف. سلمت للبابا رسالة من سيادة الرئيس وأرسل إلى سيادة الرئيس كل تحية وتمنيات طيبة، يربطهم ببعض علاقات احترام متبادل ومودة، يعني حتى أرسل تحياته إلى دولة رئيس الوزراء ودولة وفضيلة الإمام الأكبر والبابا توادرس. زي ما قلت طبعا كان كلامه الحقيقة يعني مؤثر جدا، واضح يعني أن تربطه بمصر يعني علاقات متميزة. احنا بنعمل في هذه القصة بتاعت الحج إلى مصر بقالنا 18 شهر ومكثفين الجهود. احنا اجتمعنا معاهم آخر مرة في مايو اللي فات على ان احنا نعلن، كنا في يوليا بعض الاحداث حصلت اخرت هذا الاعلان، لكن هم دلوقتي هم كانوا معايا لسه دلوقتي، وهم الوفد الفاتيكاني مهتم جدا بالتسويق والترويج. حضرتك بعتذر عن المقاطعة سيادة معالي الوزير، حضرتك بتقول ان انتوا بتعملوا على هذه الرحلة بقالكم 18 شهر، طب بعد يمكن الكلام اللي قاله البابا فرانسيس طبعا الى جانب عمل الوزارة والخطة اللي وضعتوها واللي بتعملوا عليها منذ فترة طويلة جدا لو نقدر نقول، ايه النتاج لغاية دلوقتي يا فندم؟ يعني اعتقد انه تم ترويج لمصر بطريقة يعني لو كنا قعدنا كتير جدا ما كانش هيتم ترويج للسياحة الدينية تحديدا بهذا الشكل. بنتكلم على 2 مليار كاثوليكي، حتى لو مش كاثوليكي بنتكلم عن رمز ديني، البابا مش رمز ديني فقط، هو رمز بينظر اليه العالم كله. فيا فندم الى جانب خطتكم ايه النتائج، وصلتم لفين لغاية دلوقتي؟ شايفة دوت نتيجة كثير من الحراك. طبعا اهم هذه الحراك هو الـ 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 النشاط المهم جدا الذي يقوم به سيادة الرئيس، والذي يلقى احترام وتقدير من جميع شعوب العالم، وزي ما انت شايف البابا بيتكلم يعني بالنيابة عن العالم كله، وعلى ثقة تماما ان مصر امنة، وعلى ثقة تماما ان موضوع الحج ده طبعا انت عارفه هو هيبدا ادراج الحج اعتبارا من اول يناير. فاحنا عندنا طبعا الكثير من الفعاليات مع الفاتيكان سواء كانت في مصر او في الفاتيكان عشان خاطر نبتدي ندعم الحراك دوت ونبقى جاهزين للاستفاده. في حد ذاته ده قيمه عاليه جدا لمصر، زي ما حضرتك قلتي ده يساوي اهتمام غير عادي بالصورة الذهنية لمصر. صحيح. لازم نحافظ عليها ونزودها، لازم نكسب احترام وثقة جميع الشعوب. انا شايف طبعا ان الدفع السياسي بقيادة فخامة الرئيس ادى الى ما نحن فيه اليوم. نحن نعمل كفريق عمل ونجني ثمار النجاح على المجال السياسي، وده طبعا هيأثر علينا اقتصاديا زي ما حضرتك قلتي صورة مهمة جدا. معالي الوزير، هل تقريبا عندنا تصور لحجم السياحة القادمة، السياحة الدينية او السياحة اللي هتتبع مسار العائلة المقدسة في الفترة اللي جاية؟ احنا بنتكلم حضرتك ذكرت انه بداية الحاجة هيكون من اول يناير، فتوقعاتكم ايه يا فندم بالنسبة او تصوراتكم بالنسبة للاعداد مثلا؟ احنا عايزين نبتدي تدريجيا علشان خاطر نتأكد من مستوى الخدمات، وكذلك من ان كل البنية التحتية مجهزة تماما. زي ما بقول لك دي مشروع كبير جدا، مشروع امل للسياحة والاقتصاد المصري. انا متأكد ان احنا هننجح في جدارة، وانما انا شايف ان الشكل العام للسياحه والاقتصاد سوف يتغير بوجود الحج الى مصر، لان ده طبعا بيستهدف اعداد كبيره. واحنا عارفين هو قال البابا قال لي في الحديث معايا قال لي نحن جميعا مصريين.
الله. طب كم موقع تقريبا معالي الوزير؟ عايز اعرف من حضرتك في مسار الرحله جاهز لاستقبال وفود في بدايه العام القادم. انا بالتالي على بدايه العام القادم هتكون عندنا يمكن حوالي 8 مواقع، احنا دلوقتي عندنا 5 جاهزين، 3 عليهم شغل شويه، لكن ان شاء الله على مع بدايه توافد الحجاج هنقدر نشتغل على الخمسه الاول، نبقى عندنا ثقه في المنتج اللي احنا بنسوقه. وطبعا زي ما انت عارفه دي رحله روحانيه وليها قيمه مهمه جدا، فلا بد الاهتمام بيها بقدر هذه القيمه. احنا بنتابع مع حضراتكم دلوقتي ده على الشاشه، ده مسار الرحله، رحله العائله المقدسه في مصر، باديه من رفح زي ما احنا متابعين لحد جبل اسيوط دير العذراء في درنكه. معالي الوزير، هل يا فندم تواصلتم مع يمكن او شكل الدعايه بقى يعني غير الكلمه النهارده للبابا فرانسيس؟ حضرتك بتقول ان انتم بتعملوا على هذه الرحله وعلى الترويج لهذه الرحله من 18 شهر، اعتمدتم على ايه يا فندم؟ استعداداتنا كانت ازاي؟ برامج الدعايه جاهزه، احنا عندنا طبعا يعني يعني مشاركين مهمين جدا، سواء من المجتمع المدني او سواء من الكنيسه او سواء من القطاع السياحي. دي طبعا طفره في صناعه السياحه. احنا البرامج جاهزه زي ما قلت لك، لكن لابد ان احنا نضم هذه البرامج مع برامج الفاتيكان ل الترويج للحج، وان شاء الله باذن الله نشوف يعني من عشان اطمنك واطمن الساده المشاهدين برامج الدعايه والترويج جاهزه. بشكرك شكرا جزيلا معالي الوزير يحيى راشد وزير السياحه على هذه المعلومات. يمكن الوزير قال كلمه مهمه قوي، انه في خلال لقائه مع البابا فرانسيس قال له كلنا مصريين ونتمنى كل نجاح وتوفيق طبعا لكل التجهيزات. يعني واضح ان الوزاره بتجهز بقى لها فتره، الوزير قال ان بقى لهم 18 شهر بيشتغلوا على الرحله دي، مسار العائله المقدسه في مصر. كلمه النهارده البابا فرانسيس كانت كلمه يعني رائعه الجمال عن مصر وعن امن مصر وعن تلاحم مصر وعن امن وامان مصر، وانه ازاي مصر كانت مكان ليسوع عليه السلام وليوسف عليه السلام ولسيدتنا مريم، وازاي مصر هي دائما بلد الامن والامان. نتمنى طبعا عودة السياحة مرة أخرى، إذا كانت السياحة الدينية أو أي سياحة أخرى. نروح خبر آخر مشاهدينا الكرام عن المركزي، وبأنه بيرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك. طب الأول نتابع خبر النقد الأجنبي، النقد الأجنبي احتياطي النقد الأجنبي وارتفاعه. ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي خلال سبتمبر تقريبا ب 392 مليون دولار، ليسجل نحو 36.5 مليار دولار في مقابل 36 تقريبا مليار دولار، ده كان في اغسطس اللي فات. كان الاحتياطي ارتفع في اغسطس اللي فات بنحو 107 تقريبا مليون دولار، تجاوز لمره اولى مستويات ما قبل يناير 2011. يمكن في ايجابيات وسلبيات من هذا الارتفاع، يمكن ابرز الايجابيات لهذا الارتفاع مشاهدينا طبعا انه بتعد هذه الزياده هي مؤشر هام جدا ايجابي على سلامه وصحه الاصلاحات الاقتصاديه المتبعه من قبل الحكومه واللي تبنتها الحكومه. ايضا طبعا ده هيسهم في تحسن تصنيف مصر الائتماني، وهيعزز طبعا من قدره مصر على سداد التزاماتها الخارجيه في توقيتاتها المحدده. اما بقى بالنسبه يعني في بعض النقاط بعد حتى هذا الانجاز ما زالت بتشير الى بعض التخوفات، زي ان نمو الاحتياطي جه على حساب تضخم الدين الخارجي اللي سجل 79 مليار دولار تقريبا، كمان ان نسبه كبيره من الاحتياطي هي ديون قصيره الاجل. على العموم للمزيد من المتابعة معنا هاتفيا أستاذ نعمان خالد، محلل اقتصاد كلي في شركة سي اي كابيتال إدارة الأصول. أستاذ نعمان أهلا بيك. أستاذ نعمان سامعني يا فندم؟
اهلا بك. ازاي ارتفع الاحتياطي وايه يعني ارتفاعه، واذا كان هو على حساب الدين الخارجي الى اي مدى هنا ممكن نتفائل او ما نتفائلش في ارتفاع الاحتياطي؟ تمام، هو بالفعل جزء كبير يعني جزء مش بسيط من الزياده اللي في الاحتياطي من اوائل نوفمبر 2016 للنهارده هو بيترتب على حاجتين. اولا زياده الموارد الدولاريه للبلد وبالاخص استثمارات الاجانب في اذون الخزانه او شراء الدين الحكومي، والسبب الثاني هو الاقتراض الخارجي. ولكن النقطه هنا انه الاقتراض في حد ذاته مش هو المشكله، هو الى اين يتم استثمار الفلوس اللي احنا بنقترضها، هي دي بتكون السؤال الاهم. فلو بيتم استثمار الفلوس اللي احنا بنقترضها في مشاريع تصديريه او مشاريع محليه تقدر تخلينا نقلل من الفاتورة الاستيراديه وتعود علينا في المستقبل بايرادات دولاريه، ساعتها بتكون شيء ايجابي. اما اذا حصل وكان انه معظم الفلوس اللي اقترضناها من الخارج بيتم استخدامها في شراء موارد للدوله وبالتالي مش بتعود بعد كده على مصر بموارد دولاريه، ساعتها بتكون هي دي المشكله. برضو الاحتياطي نسبة كبيرة منه ديون قصيرة الأجل، برضو ده إيه تأثيره برضو أستاذ نعمان؟ هو الحقيقة النسبة مش كبيرة، نسبة تقريبا بتتراوح في مستوى ال 20%. النسبة الأكبر ما زالت هي المستوى الطويل الأجل ومتوسط الأجل، وحتى الآن ما فيش أي يعني خوف من إنه يحصل أي مشاكل على المدى القصير في موضوع إنه مصر تقدر تلبي احتياجاتها من الدين الخارجي أو لا. في كان خطوة أخرى أو خبر آخر اتخذه البنك المركزي، كان أنه رفع الإلزامي أو الاحتياطي الإلزامي من البنوك من 10% إلى 14%، ده معنى إيه يا أستاذ نعمان؟ وهل ده معناه، معلش أنا بعتذر، هل ده معناه أنه في استقرار مالي ونقدي في البنوك؟ هل بطبيعة الحال ده معناه لازم يبقى كده؟ يعني بكل يعني بنسبة كبيرة هو ده الوضع الحالي. الوضع الحالي اللي بيحصل إيه؟ أنه عادة السيولة اللي بتزيد في القطاع البنكي من خلال انه في اجمالي الودائع بتزيد نفسها، فبالتالي البنوك بيبقى عندها حلين لاستخدام الودائع دي، يا اما بتستثمرها في اذون وسندات خزانة الدولة من خلال شراء الدين الحكومي، او بيتم اقتراضها للقطاع الخاص والقطاع العام. الوضع الحالي انه في جزء كبير من القطاع العام والقطاع الخاص صعب يقترض على الاسعار الحالية، اسعار الفائدة الحالية، وفي الوقت الثاني في جزء كبير من الاجانب المستثمرين الاجانب هم ابتدوا يشتروا من اوائل نوفمبر للنهارده تقريبا برقم 18 مليار دولار، يعني تقريبا 350 مليار جنيه الدين الحكومي. فالنقطتين دول مع بعض خلقوا لنا سيوله فائضه في القطاع البنكي. مشكله السيوله الفائضه دي بس انه لما البنك المركزي يبتدي في خلال العام القادم يخفض اسعار الفائده ممكن تسبب انه يحصل هجوم عنيف من المقترضين سواء الافراد او الشركات على حجم السيوله الفائضه دي، فبالتالي تسبب مره اخرى ضغوط تضخميه من جانب العرض. فالنهارده البنك المركزي خد خطوه استباقيه ان هو رفع نسبه الاحتياطي من 10 الى 14% في محاوله لسحب بعض السيوله الفائضه دي من القطاع البنكي، بحيث لما يحصل خفض للفائده في السنه اللي جايه يبقى الفلوس بتتضخ في الاقتصاد بس بطريقه او بوتيره ابطا. وهو ده الفرق ما بين لما بيبقى فيه سياسه نقديه انكماشيه بنلاقي دايما ان هي بتكون عنيفه وسريعه، فبنلاقي ان البنك المركزي في نوفمبر رفع ب 3% في يوم واحد، وبعد كده رفع ب 4% في شهرين ورا بعض، والنهارده عمل رفع نسبه الاحتياطي الالزامي من 10 ل 14%. لكن ساعه السياسه النقديه التوسعيه بنبقى عايزين الامور تمشي بطريقه ابطا من كده بكتير عشان الاقتصاد نفسه يتعود على السيوله اللي في السوق ونبتدي نشوف نمو مستدام وهكذا. زيادة أو تقليل النسبة دي من البنك المركزي معناها يعني أو إلى أي مدى مرتبطة بمسألة التضخم أو الانفليشن؟ نقطة تانية، هل نتوقع بقى من البنوك رد فعل لتخفيف الأثار عليها من 10% إلى 14%، خفض العوائد على ودائع العملاء مثلا؟ بالفعل هي المشكلة أنه كانت قبل القرار ده كانت البنوك بتحط معظم السيوله الفائضه لدى البنك المركزي فيما يسمى بالودائع المتغيره. والودائع المتغيره دي كان البنك المركزي بيدي البنوك عليها اسعار فائده عاليه في منطقه ال 18 و17%. النهارده هم بياخدوا على الاحتياطي الالزامي ده 0%.
فبالتالي ده في تكلفه هنا كبيره جدا على البنوك، والبنوك هتبتدي هي من نفسها تقلل في اسعار الودائع، ولكن التقليل في اسعار الودائع او في الفوائد على الودائع مش هتكون بنسبه كبيره على الاطلاق، لانه حجم الاموال اللي موجوده في البنوك كودائع مقارنه بال 4% زياده اللي هيتاخده في البنك المركزي هم اكبر بكتير. فبالتالي 0.5% بس على حجم الاموال دي تكفي ان هي تغطي الخسائر اللي حصلت من ال 4% زياده. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي بشركه اي كابيتال لاداره الاصول. خبر الاخر مشاهدينا الكرام، كان طالب بجهاز الكسب غير المشروع كل جهات الدوله الممثله في جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ومجلس النواب كل الاجهزه الحكوميه حقيقه بتقديم اقرارات ذمه الماليه للموظفين في الجهات دي واتخاذ القرارات التاديبيه والجنائيه حيال الممتنعين عن تقديمها. ده طبعا وفقا لقانون رقم 62 لسنة 75 بشأن الكسب غير المشروع. كان الجهاز تلقى 500,000 إقرار من موظفي الدولة، وبلغ عدد من يجب عليهم تقديم تلك الإجراءات حوالي 4 مليون. على العموم للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا المستشار رفيق سلام نائب رئيس النيابة الإدارية. سيد مستشار أهلا بيك. اهلا وسهلا. بالنسبه لي بنتكلم هنا ان انتم مستنيين من يجب عليهم تقديم تلك الاجراءات 4 مليون. ايوه. ازاي نظم القانون هذه المساله يا فندم اذا كان الممتنعين او اللي رصدتم يمكن في ورقه اي تلاعب؟ لا طبعا احنا النيابه لا تتلقى اقرارات جبهه، ده مش شان النيابه الاداريه، ولكن هذا من اختصاص اداره الكسب غير مشروع في وزاره العدل. اي فانا بتكلم عن فعلا جهه الكسب غير مشروع. وعلى كل جهه وكل جهه تابع لها موظف عام ان يقدم اقرار الذمه الماليه له يكون خلال شهرين من تاريخ خضوع الاحكام هذا القانون او خلال شهرين من تاريخ انتهاء الخدمه. مصر حاليا فيها من حوالي 6 أو 6.5 مليون موظف جميعهم يخضعون لقانون الكسب غير المشروع. اي فندم احنا بنتكلم على 6.5 مليون؟ ايوه. مفيش استثناءات لهؤلاء الموظفين؟ لا مفيش استثناءات، يعني هو الماده الاولى من القانون 62 لسنه 75 في شان الكسب غير المشروع وتعديلاته بالقانون 97 لسنه 2015، الماده الاولى حددت الخاضعون لاحكام هذا القانون في 10 بنوك. كافة العاملين بالدولة، عشان ما نقولش وناخد الوقت، كافة العاملين في الدولة سواء كان موظف عام حقيقي أو حكمي بيخضع لأحكام هذا القانون. الفقرة الأولى بتخضع القائمون بأعباء السلطة العامة، القائمون بأعباء السلطة العامة، سائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة عدا فئات المستوى الثالث، قانون نص الدول على دول إعفائهم من الخضوع لأحكام هذا القانون. مين بقى يا فندم فئه المستوى الثالث والرابع اللي بنتكلم عنهم هنا؟ هو عندنا النهارده في القانون الاخير 81/2016 خدمه مدنيه، والقانون اللي قبله 47/98 ما فيش حاجه اسمها المستوى الثالث. المستوى الثالث ده في قانون 58/57 قانون العاملين انذاك، ولكن بيقابلهم حاليا اللي هم من يشغلون الدرجه الرابعه والخامسه والسادسه. دول لا يخضعوا لاحكام هذا القانون باعتبار انهم بيشغلون وظائف دنيا اللي هم معاونين الخدمه وما الى ذلك. في مصادر يا فندم من وزارة العدل تحديدا كانت قالت لون العاصمة انه في اهمال من ادارات شؤون العاملين في تقديم اقرارات ذمة المالية للموظفين لديها، ايه بيكون التحرك تجاه الاهمال ده يا فندم؟ لا يا فندم، هو طبعا كافة العاملين بيلزموا بتقديم اقرار الذمة المالية، والمشرع نص في المادة 20 من احكام هذا القانون على كل من تخلف عن تقديم هذه الاقرارات بيعاقب بعقوبه الحبس وبالغرامه، فاعتقد ان الجهه بتصبر عليهم، بتختاروا مره واثنين، والله ما قدمش بيتم اختار اداره الكسب غير مشروع ويتم تحريك جنحه ضد من يتخلف ويقدم للمحاكمه الجنائيه، ده اللي ما نتخلف عن تقديم اقرار الذمه الماليه. طبعا في عقوبه بتنتظر عقوبه الحبس. عايز اسال حضرتك عن حجم الدقه في كتابه هذه الاقرارات، يعني هل في من رقابه على اللي بيملى الاقرار؟ يمكن طريقه لمعرفه مدى دقه الاقرار اللي تسلمته؟ والله هو الموظف في اول استلامه عمله الوظيفي بيقوم بملء اقرار الذمه الماليه، يكتب كافه الاموال التي يمتلكها هو واولاده وزوجه، طبعا حضرتك بعد كده كل 5 سنوات بيقدم اقرار ذمه ماليه جديد.
هناك في إدارة الكسب غير مشروع، هناك لجان الفحص، لجان الفحص بتشكل وفقا للدرجة الوظيفية للموظف القادة ابتداء من رئيس الجمهورية حتى أصغر موظف، بيملى الثروة اللي بيمتلكه هو أولاده وزوجه في كل 5 سنوات. هذه اللجان تتولى فحص إقرار الذمة المالية ومقارنته بسابقه. هذه اللجان بتشكل بين السادة القضاة، فإذا ما تبين أن هناك ثروة طارئة أو تضخمت ثروته بسبب غير مشروع ولم يقدم تبريرا لذلك فيتم تقديمه للمحاكمة عن جريمة الكذب غير مشروع. ويمكن حضرتك وإحنا جميعا نعلم أن عقب قيام الثورة لم يتمكن الأجهزة المسؤولة من محاكمة المسؤولين السابقين إلا عن هذه الجريمة، لأن جريمة الكذب غير مشروع الناس تعرف برضه إيه الكذب غير مشروع. الكذب غير مشروع هو تضخم ثروة الموظف العام عقب توليه الوظيفة بسبب استغلال هذه الوظيفة أو بسبب ارتكاب أعمال مخالفة للأدب العام. هل يا فندم مثلا على سبيل المثال بيتم أخذ عينة عشوائية من الإقرارات اللي تم تقديمها وبتكون هذه العينة مثلا بيتم تدقيقها والتحري عنها بأكثر بشكل أكثر دقة؟ لا يا فندم، هي إقرارات الذمة المالية جميعها تخضع للفحص والتمحيص. ولكن بنتكلم عن عدد كبير جدا يا فندم، عشان كده بسأل حضرتك السؤال ده، بنتكلم عن ملايين الإقرارات، ولكن هناك لجان قضائية بتتولى هذا الفحص. إذا تبين من خلال الفحص أن هناك تضخم في ثروة موظف ما أو قدمت شكوى ضده فتبدأ الأجهزة المسؤولة في التحرك وعمل التحريات اللازمة والبحث وسؤاله عن مصدر هذه الثروة. قد تكون مصدر هذه الثروة مشروع، واحد سافر بره أو يعمل عمل إضافي أو لا تجارته، فإذا عجز عن تقديم ما يبرر زيادة هذه الثروة هو الاعتماد يا سيادة المستشار على الورق أول ما الموظف ابتدى يشتغل وفي حين وقت تسليم إقرار الذمة المالية، الاعتماد على الورق. الاعتماد طبعا على الورق وعلى التحريات، إذا قدمت شكوى أو قامت هناك سمت شبهات أو قرائن على تضخم ثروته فلا بد أن يسأل عن مصدر هذه الثروة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد المستشار رفيق سلام نائب رئيس النيابة الإدارية. إلى هنا مشاهدينا الكرام بيكون انتهى الجزء الأول من حلقة هنا العاصمة. بعد قليل أو بعد فاصل قصير يكون في انتظار حضراتكم، زي ما ذكرت حضراتكم في بداية الحلقة، هنعيد على حضراتكم محتوى شهادات قيادات حرب أكتوبر المجيدة واللي كانت أذيعت على مدار 4 حلقات في هنا العاصمة. لأول مرة كانت ابتدت نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر لسنة 2013. الشهادات دي بتشمل معظم قادة القوات المسلحة اللي كانوا على قيد الحياة وبترصد خطوة بخطوة ازاي حولت القوات المسلحة المصرية وبدعم الشعب المصري الهزيمة الأسيا الى نصر مبين، ليس لمصر فقط ولكن لكل المنطقة العربية. الجزء الاول عن ما بعد النكسة في 67 وازاي عاد الجيش بناء نفسه استعدادا لحرب 73 والمعارك اللي خاضتها مصر في ذلك الحين زي معركة راس العش، وكمان هنرصد مرحلة تهجير أهالي السويس خوفا عليهم من الضربات الإسرائيلية، طبعا دي كانت مرحلة هامة جدا. الجزء الثاني من الشهادات والتوثيق يبدأ بوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وتولي الرئيس الراحل أنور السادات السلطة والاستعداد للحرب في كافة الأسلحة في الجيش، ويرصد هذا الجزء برضو بدء تفكير سلاح الهندسة في كيفية تخطي خط برليف عن طريق خراطيم المياه وبدء بناء طرق المطارات الحربية اللي كان معجزة بكل الأشكال كما ذكر كل العالم. وأيضا هنرصد تفاصيل خطط الخداع الاستراتيجي على كافة الأصعدة، دعم الدول العربية للحرب المصرية، والجزء الأخير هيكون عن حرب أكتوبر الضربة العسكرية وكيف استطاعت قواتنا المسلحة أن تصيب العدو بالشلل العسكري كما تم تأريخ هذه الفترة لعملية عبور أيضا خط برليف الثغرة. وتتحدث كذلك عن معركة السويس، إزاي استطاع الأهالي تصدي للهجوم الإسرائيلي، دور الدول العربية في الضغط على إسرائيل وأمريكا. يعني إحنا مجمعين لحضراتكم أبرز وأهم هذه المراحل، يعني بكلم مع حضراتكم أجزاء اتذاعت على 4 حلقات هيتم إذاعتها على حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.